بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذتي وزملائي السادة المحامين، سعيد جدا أن أنا موجود النهاردة في موقع إلكتروني لصرح من صروح العدالة في مصر وهي نقابة المحامين. أنا إبراهيم حسين خضر المحامي بالنقد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم بصورة مبسطة جدا عن موضوع مهم جدا لجميع السادة المحامين والمتقاضين، هو موضوع الشركات التجارية. الشركات التجارية مدى أهميتها أنها بتتوافق مع نطاق الدولة الآن في السعي نحو جلب استثمارات خارجية للدولة، في نحو وجود فرص عمل للشباب، نحو وجود استثمارات خارجية أو أموال ممكن تضخ في السوق المصري. الشركات التجارية للسادة المحامين الزملاء الجدد هي منقسم إلى قسمين، شركات الأشخاص وشركات الأموال. شركات الأشخاص هي صورة مبسطة من الشركات اللي هي بتتم تسجيلها وفق قانون التجارة 17 سنة 99، وهي الصورة الأولية بتاعت ليها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. شركات التضامن أو شركات الأشخاص بتعتمد بالشكل الأكبر على شخص القائم بالشركة أو الشركة بتقوم على هذا الشخص. دور الزميل المحامي في شركات الأشخاص بيبتدي من أول إعداد العقد الخاص بالشركة، وهنا لازم الزميل يراعي كويس جدا أنه العقد يتضمن أسماء الشركاء، يتضمن السمة التجارية للشركة، يتضمن النشاط اللي بتقوم به الشركة، وبيتم تحرير هذا العقد وتوقيعه من جميع الشركاء، ثم توجه إلى مصلحة الضرائب وعمل ملف ضريبي للشركة، ثم التوجه إلى الغرفة التجارية لتسجيل هذه الشركة بالغرفة التجارية. وإذا كان رأس مال الشركة بيزيد عن 20,000 يحتاج إلى تصديق من نقابة المحامين على التعاقد، ثم يتوجه إلى قلم التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لها الشركة لقيد الشركة في السجل التجاري في قلم التجاري بالمحكمة. وبعد ذلك التوجه بسرعة نهائيا إلى السجل التجاري لاستخراج سجل تجاري خاص بالشركة. وباستخراج السجل التجاري للشركة بتنشأ شخصية اعتبارية مستقلة هي شخصية الشركة. الشركة سماتها التجارية بتكون من سمة المديرين أو من سمة النشاط اللي بتقوم به، اللي تستطيع الشركة بعد ذلك أن تمثل أمام القضاء، تستطيع اختصامها أمام القضاء، يستطيع باسم هذه الشركة أن الشريك ما تعملش باسمه، يستطيع أنه يتعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات. الفرق ما بين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ان شركة التضامن جميع الشركاء هم متضامنون جميعا في كافة ديون الشركة وكافة التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة. اما شركة التوصية البسيطة هي نفس صورة شركة التضامن، ولكن احد الشركاء لا يستطيع ان يكون شريك متضامن لظروف خاصة، بيكون شريك موصي. الحالة دي ان الشركة بتكون السمة التجارية بتاعتها باسم احد الشركاء المتضامنين، لكن التمثيل الشركة او الديون اللي على الشركة او ما يترتب على الشركة من التزامات يخص الشريك الموصي فيما يخص حصته فقط من الشركة، وليس في كامل امواله الخاصة خارج نطاق نصيبه في الشركة. الصورة البسيطة لشركات الاشخاص اللي هي التضامن والتوصية البسيطة، دي الصورة العامة. دور المحامي فيها بيكون دور أكبر شوية من الشركات الأموال، لأنه هو اللي بيتولى كل شيء من أول تحرير عقد الشركة إلى ميلاد هذا الكيان الجديد وهو اسم الشركة باستخراج السجل التجاري لها. الصورة الثانية والصورة الأكبر من الشركات دي هي شركات الأموال. شركات الأموال بيتم قيدها في قانون الاستثمار، كانت بتقايد هي الأصل ليها قانون 185/81، ده خاص بشركات الاموال عامه اللي هي شركات المساهمه، شركات توصيل، شركات التوصيه بالاسهم او شركات ذات المسؤوليه المحدوده. اما لو الشركه بتخضع لنشاط استثماري من الممكن ان يتم قيدها وفق قانون الاستثمار. الدوله وضع قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين بوضع بعض المزايا الاستثماريه ليهم علشان خاطر يقدر يجذب رؤوس اموال خارجيه او يقدر يخلي المستثمرين عندهم ثقة انهم يشتغلوا بشكل اكبر في نطاق الاستثمار في الدولة. وبالشكل ده قدرت الدولة انها تجذب استثمارات خارجية او تجذب الناس انهم يشتغلوا في مجال الاستثمار. اما اصدرت قانون الاستثمار الاول سنة القانون 8 لسنة 97 واللي عدل بقانون 72 لسنة 2017. الشركات الاموال هدفها الاساسي هو الناحية المالية، لذلك بتنفصل شخصية الشركة المالية عن شخصية مكون الشركة. مكون الشركة أو ما يطلق عليهم بلفظ القانون هم المؤسسين. بيتم دور المحامي هنا في تأسيس شركات الأموال بيكون دور مراجع ودور متابع، لأن العقود شركات الأموال بيتم إعدادها مسبقا بمعرفة هيئة الاستثمار، بمعرفة شؤون القانونية. بيقوم الزميل المحامي بعد حصوله على التوكيلات الخاصة والتي تتيح لي التعامل مع هيئة الاستثمار وتتيح لي القيد في الهيئة وتتيح لي التسجيل بالحضور في الشؤون القانونية للهيئة ومراجعة العقد،
لازم برضو الشيء اللي الزميل المحامي يراعي في تأسيس شركة هي السمة التجارية للشركة، نشاط الشركة، لأن ده هيبقى شيء مهم جدا، لأن في أنشطة تخضع لقانون الاستثمار الجديد وفي أنشطة لا تخضع لقانون الاستثمار ولازم تقيد، وفي قانون 159 لازم يراعي الأنصبة، يراعي الشركاء. بعد كده بتختلف الشركة ما بين شركة مساهمة بتقسم رأس المال إلى أسهم وبتتعمل جمعية مؤسسين في الأول، أو توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة. الشركات الأموال في مجملها في اعتمادها على الناحية المالية وليست على شخصية المؤسسين أو على شخصية المساهمين، بتعتمد على أو بتدار بمعرفة حاجتين: الجمعية العامة للشركة، ودي كل من هو مساهم في الشركة، والجمعية العامة ليها اختصاصات حددها سواء قانون 159 أو قانون 72 حدد اختصاصات للجمعية العامة للشركة. الجمعية العامة لازم تنعقد في كل سنة جمعية عامة عادية أو في الثلاث شهور الأولى من العام، ليها اختصاصات منها على سبيل المثال الحصر، التصديق على الميزانية للشركة، تعيين مجلس الإدارة، تجديد لمجلس الإدارة، كل ما تراه الجمعية العامة يمكن العرض عليها، تحديد الأرباح للعاملين في الشركة، تحديد البدلات لأعضاء مجلس الإدارة سواء للحضور أو للانتقالات. إذا حدث أثناء السنة المالية وجود شيء يستدعي اجتماع الجمعية العامة، ممكن دعوة 5% من الجمعية العامة ممكن تدعو إلى جمعية عامة غير عادية، وهنا بتكون جمعية عامة غير عادية حدد لها قانون أشياء أخرى ممكن إنها تقوم بها، زي النظر في دمج الشركة، النظر في فسخ الشركة، النظر في الإنهاء. الجمعية العامة للشركة لما بتحدد، لو حددت أعضاء مجلس إدارة وأوكلت لأعضاء مجلس إدارة إدارة الشركة، أعضاء مجلس إدارة هم اللي بيديروا الشركة بعد ذلك. اللي يهمنا إحنا كمحامين مع مجلس إدارة الشركة، ودي حاجة بقى في ناس كتير من المحامين، إن مجلس الإدارة أو رئيس مجلس إدارة الشركة بالذات في شركات الأموال هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء، أي أنه في حالة اختصام أي شركة من شركات المساهمة وفي قانون 159 يجب اختصام سيد رئيس مجلس إدارة الشركة كممثل للشركة أمام القضاء. الشركة مجرد ما تم شهرها في السجل التجاري الخاص بهيئة الاستثمار زي شركات الأموال نشأ كيان جديد أو نشأ مولود جديد، وهو الشركة باسمها الجديد، كيان مستقل عن باقي الشركاء. ده بينطبق على جميع الشركات سواء الأموال أو سواء الأشخاص، إن باستصدار السجل التجاري للشركة بيعتبر الشركة أصبحت مستقلة سواء عن جمعية المؤسسين أو سواء عن الشركاء، وبقدر بكده عندي كيان جديد ممكن يمثل الناس دي أمام القضاء، ممكن يمثلهم أمام الجهات الأخرى، ممكن يعني يتملك، ممكن يأجر، ممكن يبيع، ده كله بيحدد داخل السجل التجاري للشركة. الشيء المهم اللي احنا لازم اعرفه ان انا لما اجي اسس الشركة وعايز اعرف القانون اللي انا اقدر اسس الشركة على اساسه، هل هو 159 او هو 72. اهم شيء في الفرق بين القانونين ان انا اعرف النشاط الشركة ايه، هل نشاط الشركة يخضع لقانون 159 او لا يخضع لقانون 72. القانون 159 هو الشريعة العامة لتأسيس الشركات. القانون 72 حدد بعض الانشطة الخاصة اللي اوكلتها الدولة نوع من العناية أو الاهتمام عشان تديها حوافز الاستثمار الجديدة، فحطت نوعية أو أنشطة معينة تحت مجموعات أنشطة اللي بيها أقدر أسجل الشركة وفق قانون 72. زي على سبيل المثال مشاريع الطاقة كده ما كانتش موجودة في القانون القديم، أو كانت بتخش في القانون القديم تحت مشاريع عادية أو تصنيعية عادية، لكن الدولة أو ادت لمشاريع الطاقة أهمية فأدرجتها في قانون الاستثمار الجديد. يبقى اللي هيجي هيحب يشتغل يعمل نشاط سواء في إنتاج الطاقة أو في بيع الطاقة أو في استيراد المعدات الخاصة بالطاقة ممكن يأسس الشركة في قانون 72، يتميز بحوافز وضمان الاستثمار الجديد. دي منها إن الشركة بتعفى لمدة 5 سنين من الضرائب، بتعفى من رسوم التسجيل، ممكن تعفى من رسوم تسجيل الشهر العقاري ليها لو بتأسس أو بتتملك أي عقارات، ممكن تتملك وفي قانون جديد ممكن تتملك أراضي في المدن الجديدة زي مشروع بنبان اللي الدولة دلوقتي أوكلته لبعض الشركات المؤسسة وفي قانون 72، ممكن يتملك أراضي لإقامة هذه المشروعات. برضو اللي الدولة بتكلها أهمية كبرى وفي تحت قانون 72 المشاريع الصناعية اللي بيها تقدر تعمل مصانع، تقدر تصدر، تقدر تعمل بالذات الصناعات كثيفة العمالة أساس تقدر تفتح فرص عمل. يبقى أنا لو قدرت أعرف النشاط اللي أنا أسس الشركة على أساسه
ضمن الانشطه المدرجه على سبيل الحصر في القانون 72، يبقى انا باسس الشركه وفق القانون 72. لو انا الشركه لا تخضع لهذه الانشطه المحدده حصرا، يبقى انا باسس وفق الشريعه العامه للشركات وهي القانون 159 لسنه 81. في كل الاحوال سواء القانون 159 او سواء القانون 72، الجهه المنوط بها التاسيس ليست السجل التجاري زي شركات الاشخاص، ولكن الهيئه العامه للاستثمار فيها قسم خاص بتاسيس الشركات. للزملاء المحامين هو كل حاجه بتؤسس داخل الهيئه، العقد بيعد بمعرفه الهيئه والقيد داخل الهيئه، حتى البنوك اللي انا بقدر افتح فيها حساب باسم الشركه بموجود داخل الهيئه. اذن جميع ما يخص الشركه من اجراءات تاسيس بتتم داخل الهيئه العامه للاستثمار، وده من الحاجات الجديده اللي بدات تعملها وزاره الاستثمار، انها تشجع الاستثمار ده، ان الشركه بقت تنشا في وقت اسرع من مما كانت تنشا عليه قبل ذلك. وان شاء الله بكده نقدر نكون لمينا جزء كبير من الشركات طبعا بصفه عامه، وما تفرعناش في تفرعات كتير فيما تخص كل نوع من انواع الشركات، او فيما يخص كل شركه طريقه تاسيسها، او الرسوم اللي ممكن تسدد ديها، او الاجراءات اللي ممكن تتخذ لتاسيس شركه. وانا مستعد ان انا اتلقى كافه الاسئله من الساده الزملاء المحامين للرد عليها ان شاء الله في لقاءات اخرى معكم على موقع نقابه المحامين ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Audio Jungle.